مرحبا بكم معايا في حلقه جديده. قرب العيد، بغيت نقول لكم مبروك العواشر، الله يخدم عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم الحلوه ديال العيد، واحد الحلوه سهله وكتجي جديده وما كتحتاجش الفران. وقبل بغيت نوجه واحد الدعاء لواحد الربعه ديال البنات، غزال وشيماء وساره وناديه، اللي ديما تيقولوا لي مش عارفه ديري والو، انا درت لكم الحلوه ديال العيد. وكثر من هادشي انا عارضه عليكم نهار العيد، اكيد ماشي بالذوق الحلوى ولا باش نضربكم بالمنتر، ولكن غير باش تصدي الدوارة حيت سبقتونا في الحداثة. وإلا عجبتكم الفكرة ديال الحلقة وبغيتو تشوفو كيفاش غادي تخايب هاد الحلوى، بقاو معايا حتى الآخر وما تنساوش تبارطاجيو الحلقة مع صحابكم وديرو جيم أكيد إلا عجبتكم الحلقة، وما تنساوش تعملونا في أن كومنتار وتخليو لنا خصوصا انتقاداتكم وإلا شنو عجبكم في الحلقة، ولا بغيتو تعرفو ليا شنو بغيتو في الحلقة ماشي ليكم. وكيف كيما إلا بغيتو كنتو مستعدين وبغيتو تشوفو معايا الحلوى، يلا نبداو. باش نديرو هاد الحلوه ما غاديش نحتاجو بزاف ديال المكونات، غادي نحتاجو كيلو ديال الكاوكاو محمر، نقيوه ونطحنوه، وغادي نحتاجو 300 غرام ديال الشكلاط اسود وشويه ديال الشكلاط ابيض للتزيين. وغادي نحتاجو العسل، غادي نبقاو نخلطو بشويه بشويه مع البودرة ديال الكاوكاو حتى نحصلو على عجينه متماسكه. من الاحسن تاخذوا شي بانيو يكون كبر شويه، انا هنا غادي نبدل حيت ما كيساعدنيش. وغادي نبقاو نزيدو بشويه بشويه العسل كيف ما قلت حتى نحصلوا على عجينه متماسكه. هنا استعملت انا الثلثين ديال هاد الكميه اللي جايبه، ثلثين ديال القرع. من بعد غادي نفرشو ميكا لا بلاستيك اليمونتيغ على الصينيه، وغادي نحطو المحتوى ديالنا. من الاحسن دهنوا يدكم بالزيت باش ما يلصقش لكم فيه. دابا غادي تقرصوها شويه، وحاولوا تخليو لا فورم ديالها تكون مربعه باش ما يخرجوش لكم بزاف ديال لي شوت. دابا غادي تغطيوها ببلاستيكه واحده اخرى، وغادي تجيبوا الدلاك وتدلكوها. حاولوا ان الحشوه ما تكون لا غليظه ولا رقيقه بين وبين. حاولوا ما امكن انكم تحافظوا على الجناب يكونوا ماشي دايرين، يبقاو خط مستقيم ميمسي صعيبه ولكن حاولوا. من بعد غادي نجيبو الشكلاط ونحاولو نطاليوه على الوجه ديالها. هذا هو اللي غادي هذا اللي كنصايب دابا هو اللي غادي يكون من التحت عليها، بلا ما تكثروا الشكلاط ديرو غير شويه وايطاليوه مزيان، حاولوا تكون متساويه. استعملوا غير شويه ديال الشكلاط.
من بعد ما نطاليوها غادي ندخلوها للثلاجه بلا ما يبس داك الشكلاط، وغادي نحاولوا نقلبوها، نغطيوها بالبلاستيكه وغادي نقلبوها بهذه الطريقه. الا جاتكم الطريقه ديال القليب صعيبه، من الاحسن حطوا عليها شي صينيه واحده اخرى وغادي تجيكم سهله في القليب. غادي نحيدوا البلاستيك وغادي نعاودوا نفس الطريقه، غادي نطاليو الشكلاط، غير هذه المره غادي ناخذوا كميه كبر حيت هذا هو الوجه ديالها. دابا منين ايطالينا الشكلاط ما غاديش نعاودو ندخلوها للثلاجة، غادي نبداو نديرو الخطوطة ديالنا بالشكلاط البيض قبل ما ينشف لينا الشكلاط الكحل. حاولوا تأكدوا بلي راه كتخرج لكم مزيان، خاصة تخرج لكم خطوطة يكونوا غلاط شوية. انا في الاول خرجوا لي رقاق ولكن من بعد عاودت عليهم. ماشي مشكل الا جاكم خط ماشي فحال خط، ولا كان الفراغ ما بين الخطوطه ماشي قد قد، حيت من بعد ما غادي تقادوا داكشي بالكوردو ما غاديش يبقى يبان. حاولوا ما امكن ديروهم بنفس القياس، ولكن الا ما جاوش ماشي مشكل، بجميع الاحوال في الاخر ما كيبقاش كيبان داكشي. من بعد ما سالينا الخطوطه غادي نبداو نهبطو بالكوردون، مره نهبطو ومره نطلعو بهذه الطريقه حتى تساليوها كامله. يقدر يبان لكم هذا الشيء صعيب، ولكن راه ساهل، هذه اول مره غادي نجربها بوحدي. موالفة ماما اللي كتصايبها، ولكن هاد المرة قلت انا اللي غادي نصايبها. تقدروا نتوما كتشوفوا تبان لكم صعيبة، ولكن لا ما صعيباش، خصكم غير تجربوا المرة الاولى. دابا خليتها تبرد وكتعطي في هاد الشكل، خصنا دابا نبداو نقطعوها. باش نقطعوها غادي تحاولوا تقطعوا خطوط على الطول
ومن بعد نديرو خطوط مايلين باش تجينا فحال الشكل اللي شفتو في الاول. حاولوا تقطعوا بشويه باش ما يتهرش ليكم الشكلاط، حيت دابا الشكلاط غادي يكون يابس والحشوه من التحت ما كتكونش يابسه مزيان، دونك بشويه. صافي الشكل النهائي كيكون فحال هذا، كنتمنى تكون عجبتكم، و الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو، و الى كنتو اول مره غادي تشوفوا لي فيديو ديالي معكم وئام كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي، وبالصحه والعافيه وتهلاو في راسكم وبسلامه.